احنا ليه بقينا قاسيين كده؟ ليه ما بقى عندنا لا دين ولا مروه ولا جدعانه ولا شهامه؟ ايه اللي حصل للمجتمع؟ ايه اللي حصل لمجتمعنا؟ الفتره الماضيه دي على السوشيال ميديا صور فتاه شايفها عاريه في الشارع، كله صورها وكله بقى عامل زي الوحوش المفترسه اللي ما صدقوا لقوا فريسه جميله قدامهم ونزلوا صورها وابتدوا يشيروها، واللي قالك الفتاه العاريه في شارع، ادي شوارع مصر وادي بنات مصر في المناطق الراقيه زنوسها ومصر الجديده. ما حدش فكر ايه اللي يخلي بنت تمشي في الشارع كده؟ ايه اللي يخلي الشباب يبصوا لها كده ويصوروها ليه؟ يا اخي احنا زمان لما كنا بنشوف حد عريان بنجي نغير هدومنا ونخلعها ونداري بيها. دي كانت من مشيتها، واحده جميله واضح انها بنت ناس قوي وماشيه بدون ملابس وحتى المصاصة في بقها، يبقى لازم نفهم ان في ظروف نفسيه وانها في مرض اصابها، لان مش ممكن بنت تبقى بالجمال ده وبالشياكه دي، اي نعم صحيح بدون ملابس لكن حتى بالقطع الداخليه اللي لابساها واضح انها بنت ناس. ليه نصورها ونشيرها ونقول ادي بنات مصر الجديده وادي بنات النسا واحنا عارفين ومتاكدين ان في مرض اصاب هذه الفتاه؟ لما نعرف القصه الحقيقيه وليه بتمشي في الشوارع كده وايه موضوع المصاصه دي كنا نعرف ان فعلا في كارثه عايشاها هذه الفتاه. البنت اللي السوشيال ميديا كلها منزلين صورها ومشيرينها، وانا اتمنى ان احنا ما ننزلش صورها دلوقتي، وانا سعدت جدا لما شفت ان في ناس كتير قوي سحبوا ونزلوا اعتذارات وسحبوا المنشور بتاعهم وسحبوا صور البنت، لكن للاسف في مواقع لغايه دلوقتي معتقدين بصوره البنت ومنزلينها، وفي اللي بيعلق تعليقات سخيفه، وفي اللي بيقول لك دي لا الكلام ده مش مظبوط. لا يمكن المحامي واخواتها طلعوا وقالوا دي سيده محترمه من اسره سريه جدا، اسره محترمه جدا، كل اخواتها اولاد ناس واهلها اولاد ناس جدا، متزوجه من راجل فاضل محترم، كان عندها بنت هي كل حياتها، بنتها ماتت. عارفين يعني ايه ام بنتها تموت او ابنها يموت؟ ربنا يصبر يا رب. في ربنا في كتير قوي بيقدروا يتلقوا الصدمه ويتحملوها، لكن في ناس مخها ما بيستوعبش. بالظبط زي ما نضغط على حاجه نفضل نضغط 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 بيحصل انفجار. هي حصل لها كده في مخها، بنتها كانت كل حياتها. تعرف لما اكون بنت رقيقه قوي، انت عارف عندنا يمكن في الصعيد لما واحد يشتم في بعض السيدات او بعض الرجال لما يشتموا زوجاتهم ممكن الست تاخد الكلمه ولا ترد ولا تعبر وفي حد ولا كان في حاجه، ممكن ترد على جوزها كمان. لكن في بعض السيدات اللي هم البنات اللي هي تبارية قوي لو جوزها شتمها ممكن يغمى عليها، مش متخيله ان ممكن حد يشتمها، مش متصوره ان ممكن حد يأذيها بكلمه. الرقه والحساسيه عندها مفرطه جدا، عايشه ملكه بيت ابوها، لما تروح تتجوز من واحد خشن يشتمها ممكن يغمى عليها. دي بالذات البنت اللي بتكلم عليها دي بنت ناس قوي ما قدرتش تستحمل صدمه زي دي، مخها لسعه هتتعالج ان شاء الله. اهلها للاسف بتخرج من غير ما اهلها يشعروا بيها، لانها عايشه في ذكريات بنتها لما كانت تنزل مع بنتها في عربيتها تجيب لها المصاصات وتجيب لها البالونات وتجيب لها الالعاب. هي بتنزل الشارع دلوقتي مش دريانه بنفسها، تنزل عريانه، بتنزل من غير ملابس، اي هدوم بتلاقيها بتلبسها، تنزل تجيب ايه؟ تجيب بالونات وتلعب بيها في الشارع، تجري في الشارع زي ما كانت بنتها بتعمل، المصاصه بوقها على طول زي ما كانت بنتها بتعمل. هي عايشه بدور بنتها، مش متخيله ان بنتها ماتت، لكن في نفس الوقت مش متخيله ان في وحوش حواليها بينهشوا بجسمها بعينيهم وبكاميرات الموبايلات اللي اصبحت دلوقتي الموبايل كاميرا الموبايل قاعدين يقربوا من جسمها ومن صدرها ومن وسطها وقاعدين يصوروها، وللاسف بيشيروا الحاجات دي، وللاسف الناس بتتفرج على الكلام الفاضي ده. حرام، دي انسانه مريضه وبنت ناس. ارحموا عزيزتكم من ذل يا جماعه. دي اللي ذلها فقدان بنتها. ليه نشير صورها وليه نسوق سمعتها وليه نقول كلام ما حصلش ونقول ادي بنات مصر الجديده، ادي بنات النسها الجديده؟ دي واحده مريضه. هو في واحده بتنزل في الشارع عريانه خالص كده؟ يعني الشباب اللي صوروها دي يعني بالعالي كده حتى لو في بنت منحله وقليله ادب هتنزل الشارع كده؟ يعني شفنا واحده في جامعه الدول العربيه او في شارع الهرم بتنزل كده مريضه بالشكل ده؟ يعني بتنزل مرت كده خالص؟ المفترض ان اي شاب من اللي عايز اقطع ايده ده وصورها كان بدل ما يعمل كده يجري يخلع القميص ولا البدله ويجي حاططها عليها ويعرف انها مريضه، لانها واضح انها مريضه. مش نستغل ان هي جميله جدا
ونصور بالموبايلات ويحط المصاصة بواها وماشية في الشارع مش دريانة بحاجة، ونعتب على الناس اللي الفيلا بتاعتهم او العمارة بتاعتهم او السكن بتاعها اللي شافوها نازلة كده، يعني البواب ما شافهاش في الشارع، المنطقة ما حدش شافها، الجيران ما حدش شافها. طب الشباب هنقول يسيبوها عشان عايزين يتفرجوا على جسمها، لكن ما فيش حد في المنطقة شافها. اعتب على اخواتها انه سايبينها تعيش لوحديها في ظروفها دي، لكن مش هنقدر نقول ان اخواتها يقعدوا 24 ساعة يراقبوها، بس على الاقل ياخدوا بالها منها، لان دي مريضه. فقدان الابن ده والبنت ربنا ما يحكم على حد ابدا، ما قدرتش تستحمل فقدان بنتها فخرجت تعيش حياه بنتها، مصاصه بوقها والبالونه فيتها ونازله. انت لو عندك طفل عنده 3 4 سنين لو خدته في الشارع كده من غير هدوم، هو ما يعرفش الصح من الغلط لسه، غير مدرك. هي هكذا في البيت نازله عريان. التعليقات، ندى الله الله يكون بعونها المسكينه، خالد المصري منور الشاشه واستاذنا الجميل، اهلا بك يا خالد. خالد المصري بشكرك يا خالد جدا، ريت تكون عملت الشغل اللي انا طالبه منك. لؤي لؤي يا اخي الكريم بكيتني والله العظيم. خالد المصري حبيبك مهندس خالد، اهلا بك يا خالد. ناصر جورج ورده، انا لسه وبالكم الكلام ده وما بردش عليه، مش عارف. لؤي يا رب يشفيها، يا رب يشفيها، الله يشفيها ويقطع ويقطع ريحة الموبايلات، مش عارف ولا ايه اللي خلت الناس رايحة تصور، جاية تصور، ريت نصور. طيب اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، يا رب يا رب. احلى حاجة ربنا يسترنا جميعا، الستر ده شيء نعمة كبيرة كبيرة جدا. احمد تكنولوجيا تيجي نعمل تبادل اشتراكات، ندى الله يستر. طيب ورد، ورد دي انا، مساك كل يا صحانتي، اهلا بك يا باشا. ابو اشكي ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. يا ورد ما بيردش. ناصر، ناصر ده قاعد بس يعني حسب الله نعم الوكيل على بيصور بنات الناس. لؤي ربنا ينتقم من كل حقير صورها. ايوه ياسين عبد الله ربنا يصبرها ويشفيها يا رب. اه طبعا فقدت عقلها، بموت فيك والله يا احمد تكنولوجيا. انا يا احمد انا مش عايزك انت اللي تموت فيا، انا ناصرك يا احمد. مولى محمد مش عارف ولا فولي محمد، مليون تحيه من الصومال، اهلا بك يا الصومال، اتمنى اكون المره الجايه من تونس والمغرب. تامر مجدي منور مكانك يا استاذ، نشكرك. فاطمه الجمال منور الشاشه يا صحنك، ربنا يشفي كل مريض يا رب. خالد المصري شغالين فيه والله يا ريس، لسه ما خلص يا خالد، يا ريت تشد حيلك وتخلص اول مهام، احنا مش هنقعد نستنى في شباكين، عايزين نخلص على طول. كميله كامل انا بحبك قوي يا صحنك وانا بحبك كمان والله. ناصر جورج ليه ما فيش برنامج عيون الشعب؟ عيون الشعب يا جماعه احنا مشكلتنا لسه ما حصلناش على الموافقه، مش احنا بس، معظم البرامج الشرطيه ممنوعه حاليا من التصوير، مجرد ما نوصل للموافقة إن شاء الله من الإعلام والعلاقات والوزير يوافق هتلقى كل البرامج لازم تتصور إن شاء الله بما فيهم برنامج عيون الشعب. لؤي ناس ما عندهاش قلوب ولا رحمة، ده ناس ما عندهاش دم يا لؤي. تحية لك من مغربية، أيوة مغربية مقيمة بأوروبا، والله يسترنا يا رب. اللي هي مونيش مش عارف إيه مونيش، يعني طيب. وردة ديانا أنا بحبك يا أستاذ حالك وبحب البرنامج، أشكرك. أحمد تكنولوجيا أنا كنت بهزر، طبعا أنا بهزر معاك يا أحمد. ناصر عايزين تصوير في مركز الشرطه، يا ريت ناخد الموافقه بس يا ناصر. خالد مجاهد ربنا يشفيها ويعافيها. لؤي منور يا اسحاق اشكرك، نضى الله يجازيك كل خير. سيد حنفي احنا بنحترمك جدا في المغرب. اميره، اميره منور استاذ بحبك جدا بس نفسي نشوف المتهمين، لسه ما خدناش موافقه والله يا امير. ناصر شكرا يا حبيبي. منور المغرب يا اسحاق، ده نورك يا صوفيا. مدرة مش عارف يا استاذ، انا ما في ما فهمتش حاجه، ممكن تشرح لي اللي حصل عشان لسه داخل. حاضر يا مدرة اقول لك تاني. ندى انا محافظه اسيوط وصاحبتي هربت من بيت اهلها من 2/9 والحكومه مش راضيه تتحرك ولا يعملوا حاجه، لو كبيره بقى مش المزاكه. محمد زين هي شاب مصري، هي شباب مصر كده، لا شباب مصر فيها كويس قوي ما نقدرش نقول. بالنسبه للي بتقول لسه داخله دلوقتي، بنت من مصر الجديده من النسا، مستوى راقي جدا، الناس فجروا ان هي واحده ست ماشيه في الشارع بدون ملابس، بدل ما الشباب يجروا عليها يحتضنوها، مش يحتضنوها يعني يمشوا يحتضنوا فيها، مش الناس يحتضنوها يعني اللي حد يرمي ملايه يغطيها، واحد يخلع الجاكيت، واحد يخلع قميص يداريها، لا ابتدوا يصوروها ويقولوا ادي بنات مصر الجديده، ادي بنات النسها الجديده، ادي البنات في مصر، ما يعرفوش ان دي ست محترمه بنت ناس قوي، لكن للاسف ربنا اصابها ببنتها، بنتها ماتت فما قدرتش تتحمل الصدمه، فبتخرج في الشارع وهي بدون ملابس، تشتري المصاصات والبالونات وتجري زي بتعمل اللي كانت بنتها بتعمله. للاسف في ناس صوروها بدل ما نقول ان هم يعني يداروا عليها ويحاولوا ان هم
يداروا عورتها وجسمها بالعكس ابتدوا يصوروها ويدوا صوره سيئه بيقول لك ان هي دي بنات مصر الجديده. الله اكبر. والله طيب هبه فعلا جميل مذيع واقعي وتلقائي اشكرك. وردي انا في منور يا باشا، مساء الخيرات على كل هدى. احمد تكنولوجيا، منين المراه دي؟ من مصر الجديده بالتحديد، من النسخه الجديده. اي انا بحبك جدا وربنا معاك ويوفقك. اشكرك احمد علي. الناس الشام ضاعت منهم في الصعيد، لو اي امراه تعرضت الرجال تجري وتخلع هدومها وتصل. فعلا في الصعيد لا لا، يعني الواحد يقول حق، انا لو شفت بنت في الصعيد، مش انا، اي شاب في الصعيد هيجري لو لابس جلابيه والله هيخلعها، والله لو لابس جلابيه هيخلعها. استحاله نشوف في الصعيد بنت ماشيه عريان، لا يمكن. بالعكس ده انا ممكن نركبها العربيه بالعافيه ونسترها ونبعد الشباب عنها. لكن ان يحصل ده في 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 منطقه راقيه زي النسخه الجديده ومصر الجديده، انا بستغرب مين اللي عايز اقطع ايده ده يصورها وينزلها على السوشيال ميديا. يعني انت اللي عندك دم ولا عندك دين ولا عندك اخلاق ولا عندك ام ولا عندك اخت ولا عندك بنت عم ولا عندك زوجه عشان تنزل بنت بالعريانه بالشكل ده وهي بنت ناس يا اخي؟ وحتى لو مش بنت ناس خليها مش بنت ناس، تصور واحده مريضه ليه؟ ما هو واضح انها مريضه. وفي حد بينزل في الشارع من غير هدوم الا اذا كان مريض، سواء كان راجل او ست. ندى هي هربت وارادتها عارفين، بس اهلهم ذنبهم ايه اللي عايزينها ترجع؟ طب هترجع ازاي ما دام يعني انت بتقول صاحبتك هربت؟ طب ما دام هربت بارادتها، ده حتى الشرطه لو جابتها هتقول لهم انا ماشي بمزاجي. مفيش قانون بيمنع اي واحده دام كبيره وتعدت السن، يعني ربنا يرجعها بالسلام. ايه الناس اتغيرت ومحدش بيخاف على حد، كله بياكل في كله. صحيح يا ايه. محمد ابو هنا، ايه اللي حصل في قضيه محمود ابو سحنك؟ لسه قضيه محمود لسه معروضه امام القضاء، وقلنا ان الناس كلها بتطالب زي ما الشرطه صورت اعترافاته اكتر من مره، مره واثنين وثلاثه ونزلتها، وصورت المعاينه وهو بيبين ازاي بيقتل ولاده على حسب اقوال الشرطه. المفروض المحاكمه تكون علنيه ومصوره. ياسين عبد الله، انا من المنيا، بحبك في الله واستحب حبيبك الله الذي احببتني فيه يا عبد الله. صوفيا، لازم يحطوها في مستشفى الامراض العقليه. يا جماعه هي دي صدمه، لو كل واحد يصدم انه دي مستشفى الامراض العقليه بقى صعب، دي خدت الصدمه، هتاخد فترتها ان شاء الله وتفوق، لان دي حزينه على بنتها بس حزن، يعني ربنا ما يحكم على حد. فقدان الابن او البنت ده شيء صعب على الاب والام جدا. ان شاء الله هتعود، واحنا دخلنا مستشفى الامراض العقليه بنحكم عليها بالاعدام، احنا بس نطلب من اهلها ياخدوا بالهم منها، لان فعلا محتاجه كله يتكاتف لغايه ما تمر هي في منعطف طريق. لازم نتكاتف لغايه ما تمر من الازمه دي، وربنا ان شاء الله يعوضها خير وترجع، وان شاء الله تعالى يعني ربنا يرزقها باولاد وبنين تاني ان شاء الله ببنات. بقينا بنصور اي حاجه بالتليفون، حتى اللي بيتاجر بدل ما يحاولوا بيصوروا سيلفي. صحيح يا استاذ حنيف، ما فيش بعد اذن الناس الكبيره اللي كانت عايشه في الفتره بيعرف الوصول، ما فيش حد بيعرف الوصول للاسف. ندى عندها 17 سنه مش كبيره ولا حاجه. طيب انت بتنازل على صاحبتك اللي هربت يعني. علي حسين، ربنا يسترها جميعا يا رب ويصبرها. هي مريضه ولا ايه؟ هي طبعا هي لما فقدت بنتها اصابها هوس، بتنزل في الشارع عايشه زي بنتها، تجري وتلعب بالكوره والبالون وتجيب مصاصه وتشتري مصاصه، يعني ربنا يشفيها. ادعوا لي ربنا يخلي لي اولادي، ربنا يخلي اولادنا كلنا يا رب. الجرائم دي سببها ايه يا باشا؟ سبب الجرائم دي احنا بعدنا عن ربنا، ما دام بعدنا عن ربنا كل حاجه بقت مباحه. نقرب من ربنا، ربنا هو اللي يحمينا وربنا يسترها معانا دنيا واخره. لكن طول ما احنا بعاد وما عندناش دين ولا اخلاق زي يعني انا كنت اتمنى كل شاب صور البنت دي بحاجه. لان اللي صور البنت دي بالتليفون كده وصورها ده انسان متخلف، ابن 60. اصور واحده مجنونه؟ مش مجنونه، واحده يعني عندها صدمه في بنتها اللي ماتت، اصورها وانزلها؟ ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. انا بشكر كل اللي صور وحذف، لكن بتمنى لغايه دلوقتي في صور ليها. اتمنى كل واحد يكون عنده دم